اه سأقول لك ما هو هذا الشيء. طيب تفضل. أريدو هي مدينة أو أول المدن، مو بالضرورة سومرية 100%، هي أول المدن التي أنشئت على وجه الأرض على الإطلاق، مدينة كمدينة وليست قرية. وهذه كانت موجودة على نهر الفرات، وفيها يعني معبد، مركز المدينة هو المعبد، وفيها أول مرة هو النصوص السومرية تقول ينزل فيها الملوكية من السماء على الأرض. نزلت وين؟ على أريدو. من الذي أصبح أول ملك؟ هو ألولم، ملك الأول على أريدو وعلى البشر، يعني وبين البشر، اسمه ألولم الذي هو ملك أريدو رقم واحد. سنة كام ده تقريبا ولا؟ هذا الملك جاءت الأساطير العبرية حولته إلى آدم، قالت لماذا؟ لأن هو عنده حكيم اسمه أدبا، فصار ربط بين ألولم مع أدبا ومع ديموزي، لأن كلمة ديمو هو آدم، ديموزي هو الإنسان الذي يعلو، لأن زي معناها يعلو، فديمو هو ديمو باللغة السومرية معناها إنسان. فهذه التقاليد مع بعض، والحقيقة موضوع موسع فحولوا هذا الملك إلى آدم، وقالوا أنه هو أول شخص خلق من البشر. وين؟ في أريدو. ما قالوا هم في أريدو، قالوا في أدن وعدن، لاحظ، في جنة عدن، لا بتبقى بستان أو شيء. ثم فبركوا قصة حواء. لماذا؟ لأن هناك إلهة عند السومريين اسمها نينتي، السيد التي تحيي، أو الإلهة التي تحيي، وبالصدفة أن كلمة تي هي معناها الضلع، فصار نوع من ترحيل المعنى من حواء أنها هي موجودة في الضلع، ففبركت عملية إنتاج حواء من الضلع. وهكذا تشكلت عناصر الأسطورة العبرية من خلينا نقول خامات سومرية. أنا الحقيقة هذا الموضوع ناقشته بالتفصيل. هذه ليست هذا ليس معناه أن السومريين كان عندهم جنة عدن، هذا غير صحيح على الإطلاق، لكن هذا فابريكيشن أوف هيبرو، العبرانيين هم الذين فبركوه. طبعا هذا أنا لا أقول أنه غلط، لكنه الوهم عند البشر، صار عند الناس الحاليين أن آدم هو أو البشر. يا حبيبي، هذا آدم عبارة عن ملك، قبله 2 مليون سنة من البشر موجودين. يعني قبل آدم هناك 2 مليون سنة كله بشر موجودين في الهند والصين وكذا، مو بالضرورة حضارات، لكن موجود على شكل إنسان قبل التاريخ، ثقافات إنسان قبل التاريخ يستعمل الحجر على مدى 2 مليون سنة. لكنه أول ملك أصبح في أريدو ألولم الذي حول إلى آدم. وهذه مفارقة أنا كشفت عنها في كتابي أنبياء سومريون، وقلت هذه هي الحقيقة، اللي يقبل بها مرحبا بي، والما يقبل بها مرحبا بي أيضا. لماذا؟ لأننا يجب أن نزيح كل الغشاوة من عيون البشر. هذه هي الحقيقة. اكتشفت فيما بعد، وهذا سؤالك الذي يجب ستطرحه سأجيب عنه، اكتشفت فيما بعد أنه بين آدم وبين نوح هم 10 أنبياء أو آباء، خلينا نقول كما تقول الكتاب، 10. اكتشفت أن ملوك ما قبل الطوفان هم 10 ملوك. فعندما قارنت وجدتهم نفسهم، وأعمارهم في الأساطير السومرية، وأعمارهم هنا زائدة وهنا زائدة، مئات يعني مئات سنين. بس الأعمار أستاذ أحمد، يعني اكتشفت أشياء. هسه راح أقول لك منين المفتاح بديت فيه. الملك السابع عفوا، خلينا نقول أول مرة، النبي السابع اللي هو أخنخ أو أنوش أو أخنخ، لو أدريس أو هرمس، أو اللي هو أدريس أو هرمس. رأيت أنه عمره كذا 360 سنة، لكن لم يموت. ماذا حصل؟ اختاره الله، يقول تقول تعالى، أخذه الله وطلعه في السماء، فصعد إلى السماء واختفى في السماء، لم يموت. فقلت طيب، إذا أنا نظريتي صحيحة أذهب إلى الملك السابع أشوف شنو قصته. فذهبت إليه، لقيت أن أنمي دار أن اللي هو الملك السابع صعد إلى السماء ولم يموت، وأتى، لا لا، صعد إلى السماء أيضا
وجلب عناصر الحضارة وعلمها للبشر. وعندما تركها عاد إلى السماء واختفى. إذن هناك شيء. بس إدريس يقولوا إنك أول من على كتبها بالخط. إدريس أول من خاط الثياب وأول من كتب الكتابة وأول من كذا وكذا 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 إلى آخره. نفس الصفات الموجودة عند إدريس وهرمس وأخنوخ هي نفسها موجودة عند الميدارانة. لكن مشكلة الميدارانة ما عندنا متون عنه، لأن مذكور ذكر بسيط مع سطر من التوضيح فقط. لكن هذا يوحي لي أنا كباحث، يوحي لي أن هناك تشابه. وفعلا وإذا بي أكتشف أن كل هؤلاء الملوك حولوا إلى أنبياء أو آباء، بضمنهم نوح الذي هو زيو سدرا وهو أوتنا بشتم وهو أتر حاتس، هاي أسماء مختلفة حسب يعني البابليون سموه أتر حاسس وسموه أوتنا بشتم، هو زيو سدرا. هذا الزيو سدرا هو الذي أنقذ مدينة شرباك، أنقذها من الطوفان وليس الأرض. يعني شرباك هي التي فاض بها دسلة أو الفرات، فاضوا عليها وغرقت هذه المدينة، فأنقذ ما أنقذه وليس بهذه السعة من كل يعني العملية بتكبر دائما الأساطير. أنقذ ما أنقذ، كل واحد يحسن على الأخر، لكنه تحولت فجأة، تتحول هذه الحادثة المبالغ في الحديث عنها، تتحول فجأة إلى أسطورة تعم العالم كله، وكلها تقول هذه الأسطورة أن الـ الأرض فاضت والبشر أبيد،